شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول التوبة، باعتبار أنها من شؤون المعاد. علماء علم الكلام، يعني علم العقائد، يتناولون موضوع التوبة في مباحث المعاد، باعتبار أن التوبة مقدمة للمعاد وشأن من شؤون التهيؤ للمعاد. مضت هنالك مجموعة من المباحث حول التوبة، وبقي أن نبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول، حقيقة التوبة. الأمر الثاني، متعلق التوبة. والأمر الثالث، أجواء التوبة. أما المبحث الأول فهو حقيقة التوبة. في يوم من الأيام، وليكن ذلك اليوم هو هذا اليوم، لأن هذا اليوم نضمنه، أما بقية الأيام لا نضمنها، ما مضى فات، وما سيأتيك فأين؟ قم واغتنم الفرصة بين العدمين. الشيء اللي نملك هذه اللحظة، أما الماضي فلا نملكه، وأما المستقبل فلا نضمنه. في يوم من الأيام
يجب أن نتوب. ليكن ذلك اليوم هذا اليوم، ولتكن تلك اللحظة هذه اللحظة. فما هي حقيقة التوبة؟ التوبة مركبة من 3 عناصر، وهنالك بحث بين العلماء أن هذه العناصر كل واحد منها جزء من أجزاء التوبة، أو بعضها شروط. الفرق بين الشرط وبين الشرط أن الشرط مقوم للماهية وداخل في حقيقتها بذاته، بينما الشرط خارج بذاته عن الماهية، وإن كان اتخذ تقيد داخلا في الماهية. هذا البحث الآن لا يهمنا أن هذه كلها أجزاء أو بعضها جزء وبعضها شرط. التوبة مركبة من 3 عناصر، عنصران نفسيان وعنصر خارجي. العنصر النفسي الأول يتعلق بالماضي، والعلماء يطلقون على هذا العنصر الندم، الندم على ما مضى. هذا هو العنصر الأول من عناصر حقيقة التوبة. الندم متى يتحقق وكيف يتحقق؟ العلماء يقولون الندم أثر من آثار اليقظة، توضيح هذا الأمر أنه طبيعة الشيطان وطبيعة عمل الشيطان أنه يعمل في جو من الغموض وجو من الظلام، مثل السارق. السارق لا يتمكن أن يسرق في الضياء، لابد أن يكون هنالك ظلام، السارق يأتي ويسرق. الشيطان هكذا، الشيطان يتقدم ويعمل ويتآمر في أجواء الغموض، إما غموض كلي، ما أدري شايفين بين الضلوعين عندما يختلط الظلام بالضياء، أكو حالة غبش، يقولون غبشة. غبشة يعني شنو؟ يعني اختلاط الضياء بالظلام. أو عندما أكو مثلا ضباب في الجو، الجو الذي يوجد فيه الضباب واحد ما يشوف جيدا، الرؤية قاتمة غير واضحة،
فواحد ما يدري أنه ما الذي أمامه، زين ما يشوف، ما يعلم أن هذا شجر أو حجر أو إنسان أو نبات. هذه حالة الغبش وحالة الظلام. الشيطان في هذا الجو يعمل، إما يسوي ظلام كلي أنه واحد ما يشوف، ما يشوف الحقيقة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة لطيفة في الفتنة، وكل كلماته لطيفة. يقول: الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. واحد في أجواء الفتنة ما يشوف، ما يدري. الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. هذه طبيعة الفتنة. في مثل هذا الجو الشيطان يعني هذا الظلام كلي، وأحيانا لا يكون الظلام ظلاما كليا. الشيطان يوجد نوع من أنواع الظلام اللي لعل الغالب في إغواء الشيطان هي هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن الشيطان يجعل نظر الإنسان مركز على نقطة معينة، يحاول أن يغفله. حالة الإحاطة الموجودة، إذا واحد يكون محيط إحاطة علمية بالشيء سابقا ولاحقا، في كثير من الحالات الشيطان يخلي نظر الإنسان خاص بنقطة معينة. بعد ما يشوف شنو العواقب، مثل شنو، مثل واحد قاعد على مائدة يشوف أن هذا الطعام طعام لذيذ، أما عندما يأكل هذا الطعام شنو عواقب الأكل، بعد ما يشوف. إذا يشوفها ما يشوفها بوضوح، يأكل هذا الطعام ثم يبتلى بعواقبه. هذه طبيعة عمل الشيطان. ولعل الآية الكريمة التي تقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإبصار يعني شنو؟ وإخوانهم يمدونهم في الغي. يمكن يكون بعد من أبعاد هذه الآية هو هذا المطلب، أنه الشيطان دائما يحاول أن يعمي الإنسان، إما عمى كلي وإما عمى جزئي. هذه حالة الاقتحام، وهذه حالة الهجوم على العمل. إذا تردون تشوفون هذا المطلب في حياتنا اليومية، الطفل عندما يأذي في البيت، الأب أو الأم يشعر بحالة انفعال شديد ويهجم على الطفل حتى يضربه. هذا فقط الشيطان شنو يسوي؟ يغفل الإنسان عن جوانب القضية. فقط يشوف هذا، أن هذا الآن هذا ويجب أن أضرب، أتشفى. بعد شنو عواقب هذا العمل؟ شنو يصير؟ يمكن إذا هاجمته بهذه العصا
أنه يمكن أن يقتل. هذا الشيء ممكن. أحد الشباب المؤمنين المتدينين، يعني متدينين بالمعنى المتعارف، قال لي أنا عندي مشكلة. قلت له شنو هاي المشكلة؟ قال أنا قاتل. رأي كان عجيب، يعني ما يجي على شكله أنه قاتل. قلت له لمن قاتل؟ قال أنا قاتل ابني. واحد يقتل ابني، هاي مو قصة هذا الشاب، يمكن أن تكون قصتنا. الابن أذى واحد، يشيل فتشي يرمي، يمكن هو هذا يقتل. إذا رميتموه بحجر أو حصى أو بشيء أصاب هنا هاي المنطقة، يمكن أن يقتله. يمكن إذا واحد دفع واحد، يمكن ينقتل هذا الواحد. يرموا على الطفل يكون في هذا مقتل. يمكن واحد يدفع واحد من باب المزح، هو هذا يقتله. يعني واحد يتحول إلى قاتل، هذا كلش سهل حقيقة. قلت له شلون قتله؟ قال في يوم من الأيام زوجتي راحت برا وخلت الطفل المهم في البيت. الطفل قام يبكي 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 يبكي، ايش ما حاولت أن أسكته ما تمكنت. يقول أنا مشلت هالشكل رميته على القاع. يقول ف الشكل خمدت أنفاسه مات. بعدين عندما زوجتي إجت قالت شنو؟ قلت ما أدري، وما أظهرت لها الواقع، ما أظهرت لها القضية. يعني شوفوا واحد إذا يكون محيط بجوانب القضية، يعني عينه مفتوحة، ما يسوي هذا العمل. الشيطان شنو اللي يفعل؟ يخلي نظر الإنسان مركز على هذه النقطة المعينة، أنه هذا لازم أتشفى. ما شنو عواقب هذا العمل؟ عواقب الدنيوية، عواقب الأخروية. واحد دخل في بيته، زوجته قالت كلمة، إحنا كلنا مبتلين بهذا الشيء. الزوجات هم مو ملائكة ولا هم محور العين. إذا واحد يريد زوجة كاملة، هذا مكانه في الجنة هناك إن شاء الله، ولهم فيها أزواج مطهرة. زوجاتنا منهم غالبا يعني نتاج هذا المجتمع. إحنا نعيش في مجتمع متخلف بعيد عن الدين في بعض أبعاده، نساءنا من نتاج هذا المجتمع وما جايين من السماء. فواحد يجي المرأة تقول كلمة، هذا يريد أن يرد هذه الكلمة. هذه الكلمة شنو أثرها؟ هي هذه الكلمة يمكن أن تؤدي إلى الطلاق، كلمة الواحد. إذا واحد كان محيط بأبعاد هذه الكلمة ما كان يقول هذه الكلمة. يمكن كلمة واحدة تخلق جرح في قلب الزوجة إلى 40 عام. يعني كل وقت ما تشوف هذا الزوج تتذكر تلك الكلمة، ويمكن ما تظهر شيئا، ولكن هذه الكلمة جراحات والسنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فشوفوا الشيطان شو أكو في الحديث. الآن ما أذكر الحديث أنه شيطان، أكو لو شيطانان. مضمون الحديث واحد يغري الرجل وواحد يغري المرأة، واحد يدفع هاي وواحد يدفع ذاك، أنه تنازع. فإذا بدأوا بالنزاع يمكن مضمون الحديث هالشكل، بدأ بالتصفي، يشوفون نجح في مهمتهما. الكلام أنا اللي أريد أتكلم كلمة واحدة، شنو أبعد هذه الكلمة؟ إلى وين تروح؟ شنو نتائجه؟ الشيطان هذه يحاول أن يخفيها. هذه حالة ما قبل الإبصار، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. كثير من الإخوان فرقت بينهم كلمة واحدة. المزاح غلط، المزاح في حدود، المزاح المؤدب المعقول. غلط واحد يمازح إخوانه،
خارج الحدود تتمازح وياه، ولكن يمكن هذا المزاح يسبب قطيعة إلى 40 عام، أو يسبب جرح إلى 40 عام. إلا المزاح الشرعي بضوابطه الشرعية. على كل حال، هذا عمل الشيطان. عمل الشيطان أنه يدخل الإنسان إما في غبش كلي أو في غبش جزئي، يعني يركز نظره في اللحظة الحاضرة في هذا الموقف، ويغفل الإنسان عن النظر فيما قبله وفيما بعده. هذه حالة الاقتحام، هذه حالة الهجوم. تعقب حالة الاقتحام حالة ثانية، حالة اليقظة. يعني واحد، فإذا هم مبصرون، يعني شاف، رأى أنه ماذا فعل. تعقب هذه الحالة الثانية حالة الندم، عندما واحد يشعر بالوضع الذي آل إليه. كثير من الزوجات بعد الطلاق يندمون. أكو كنا شعر نقرأ ما أدري في المغني وين، المهم غدت مني مطلقة النوار، مطلق زوجته النوار ثم ندم، بس هو ندم، الزوجة ندمة. فالحالة الأولى حالة الاقتحام، اللي حالة الاقتحام تكون في حالة غبش، في حالة غموض، في حالة ظلام. تعقب هذه الحالة حالة يقظة، تعقب حالة اليقظة حالة الندم. واحد يتندم عندما يشوف نتائج عمله وواقع عمله، يندم. هذه المرحلة، مرحلة الندم، هي المرحلة الأولى من مراحل التوبة. ولذلك العلماء يقولون إن الندم أثر من آثار اليقظة. هذه المرحلة الأولى. العنصر النفسي الثاني، بعض الأفراد يبقى في المرحلة الأولى، وهذا هو الفرق بين الناجحين والفاشلين. الفاشل يعيش حالة انفعال، والناجح يعيش حالة الفعل. هذا هو الفرق، وهذا كلش مهم. واحد بعد أن عاش مرحلة الانفعال وحالة الانفعال يتحول إلى مرحلة الفعل. كلامنا في الانفعال النفسي والفعل النفسي. الفعل النفسي يعني القرار، يعني التصميم. أكو بعض الناس يعيشون حالة الآمان، حالة الأماني، حالة الآلام، قرار ما يتمكن يتخذ. أما الرجل العظيم هو الذي يتخذ القرار، يحول حالة الانفعال إلى حالة الفعل. هذه المرحلة الثانية، والتي يعبر عنها العلماء بالعزم على عدم العود. العزم يعني القرار، واحد يتخذ قرار. السيد الحجة رحمة الله عليه، المرجع اللي كان في قوم، كان مولع بالتدخين. المدخنين أغلبهم ما يقلقون عن التدخين، في تقرير كان منشور أن أغلبهم نادمون على التدخين، ندم، فقط يبقى في مرحلة الندم. ليش بدأت؟
لماذا فعلت هذا العمل؟ يبقى في هذه المرحلة. جاء له طبيب وقال له سيدنا التدخين لا تدخن يخرب صدرك. المهم فقال أنه حيف واحد هذا الصدر السليم يطيل التراب، بعدين واحد لازم يموت، ليش يطيل التراب صدرا سليما؟ أخرب هذا الصدر وبعدين أطيل التراب. الطبيب قال له هذا مضر لك. قال حقيقة مضر لي؟ قال نعم. كاتبين في أحواله كان يشعل سيجارة من سيجارة، هالشكل كان مدخن. قال انتهى، إذا مضر إلي بعد انتهى. هي هاي كلمة انتهى، هاي قرار. قرار واحد. أغلبنا إحنا عندنا حالة ألم مما نفعله. ليش إحنا عندنا هذا الواقع؟ من تقصيراتنا، من قصورنا. ولكن المشكلة ما ننتقل من الانفعال إلى الفعل. هذه المرحلة الثانية، الانفعال النفسي أولا الذي يعبرون عنه بالندم. المرحلة الثانية الفعل النفسي، يعني القرار، يعني التصميم. المرحلة الثالثة التي يذكرها الفقهاء المظهر الخارجي. شنو أهمية المظهر الخارجي؟ المهم هو الواقع. المظهر شنو أثره؟ المظهر جدا مهم. والإنسان قراراته الواقعية يجب أن يربطها بمظاهر. في الإسلام أكو تأكيد على المظهر، مو فقط المخبر مهم. المخبر هو الأصل، ولكن المظهر يعطي القوة لذلك المخبر. أكو هنالك علم جديد في الغرب الآن، وأحدث تموج واسع هناك، يقال لهذا العلم تكنولوجيا الفكر. أنا شفت بعض الأشياء اللي ذاكريها، يمكن دورة كاملة شفت حول هذا العلم، وأظن أن كل الأشياء الصحيحة في هذا العلم أو معظمها موجودة في رواياتنا، بس الألفاظ مختلفة. حقيقة رواياتنا فيها عمق المعرفة الحقيقية الصحيحة المنج، بس هذه بألفاظ أخرى بقوالب ثانية. في هذا العلم إحدى الأشياء اللي يذكرونها، إذا أنتم قررتوا تغيير حياتكم حتى طريقكم غيروا، يعني أنت كنت في تفصيل، الآن ما علي بهذا التفصيل، أنت كنت تروح إلى عملك من هذا الطريق، من اليوم الثاني بعد أن اتخذت القرار روح من طريق ثاني، غير الطريق. يعني ربط الواقع بالمظهر. المظهر جدا مهم، ولذلك في الإسلام أكو اهتمام شديد بالمظاهر. المظاهر مهم. الصلاة مظهر، جوهر الصلاة شنو؟ وأقم الصلاة لذكري. ذكر الله جوهر الصلاة. الذكر حالة باطنية، ولكن هذه الحالة تحتاج إلى مظهر يحفظ هذا الجوهر. واحد لا يقول فقط المخبر. جوهر الصيام بس على نحو الحكمة، على نحو العلة، أي شيء يكون في محل التقوى. التقوى جوهر باطني، ولكن هذا التقوى يحتاج إلى مظهر يحفظ. الصيام مظهر يحفظ هذا الجوهر. الأذان، الإقامة، الشعائر الحسينية،
هؤلاء الذين يهاجمون الشعائر يخطئون، لأن هذه الجذوة كيف تحفظ؟ هي هذه المظاهر تحفظ تلك الجذوة الواقعية. المظاهر جدا مهمة، ولذلك الإسلام شرط على نحو الوجوب أو على نحو الندب في التوبة بعض المظاهر. ربما يكون الجوهر الندم والقرار، ولكن الإسلام يقول كما هو المشهور بين الفقهاء يجب أن يقول أستغفر الله. هذا اللفظ مهم، يعني ما يكفي في قلبه يقول أستغفر الله، حتى إذا قراره يكون قرار قطعي لازم يقول هاي الكلمات أستغفر الله. هو هذا إعلان التحول، إعلان التحول مهم. مثلا من الأشياء المندوبة على ما ببالي في العروة موجود غسل التوبة، واحد يروح يغتسل غسل التوبة، هذا جدا مهم، يعني ربط الواقع بمظهر، الإعلان عن القرار، هذا كلش مهم. هذه المراحل الثلاثة في حقيقة التوبة. البحث الثاني متعلق التوبة. متعلق التوبة أمور: أولا التوبة من المحرمات، هذا الأول. الثاني التوبة من المكروهات. طبعا إحنا إذا نتمكن نسوي المرحلة الأولى كلش مهم، ولكن هذه مراحل. التوبة عن المكروهات، هنالك حديث عن المسيح صلوات الله عليه إن أخي موسى أمركم ألا ترتكبوا الفاحشة وأنا آمركم ألا تفكروا في الفاحشة. بلفظ تفكير، هو التفكير هذا يلوث. ثم يمثل المسيح صلوات الله عليه ببيت فيه نار ودخان، هذا الدخان ما يحرق البيت ولكن يفسد البيت، ما إلى مظهر. هذا النوع الثاني. الثالث التوبة عن المباحات، العمل المباح أيضا يحتاج إلى توبة. المباح إتلاف للعمر، واحد أغلى شيء عنده اللي يتمكن أن ينال كل خير هي هذه الثواني، فأي مباح واحد يرتكب إتلاف لهذه الجوهرة الثمينة. فالمرحلة الثالثة التوبة عن المباحات. المرحلة الرابعة اللي هاي قمة المراحل التوبة، الوالد يعبر عنها، ما شايف أنا هذا التعبير في مكان آخر ولعله موجود لكن أنا ما شايفه، الوالد ذكر هذا المبحث في الفقه في أحكام الأموات. التوبة عن لوازم الجسم، الوالد رحمه الله يقول وإن كانت من الواجبات، هذا البدن المادي العنصري له لوازم، هذه اللوازم من الناحية الفقهية ربما تكون واجبة، ولكن بالنتيجة تمثل مرحلة، ما أدري التعبير الدقيق اللي أعبر، يمكن هذا التعبير يكون أقرب، تعبر عن مرحلة من مراحل القصور، مو التقصير، واجب يعمل هذا العمل، ولكن هو هذا الواجب يعبر عن مرحلة من مراحل القصور الإمكاني.
الوالد رحمه الله يقول توبة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم، أو يقول توبة الأئمة كانت من هذا القبيل، من النوع الرابع، عندما كانوا يستغفرون الله، النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة أو 100 مرة، هذا عن ماذا؟ عن المحرمات، الأنبياء معصومون. عن المكروهات لا، عن المباحات لا، وإنما عن لوازم هذا البدن العنصري التي تمثل نوعا من أنواع القصور وإن كانت واجبة شرعا. مثلا كمثال لذلك لتقريب المطلب إلى الذهن، واحد رجله توجع ويجب عليه أن يمد رجله أمامكم، واحد رجله توجع ما يتمكن أن يثني رجله، عندما تروحون إلى زيارته يعتذر منكم. ليش يعتذر منكم؟ هذا تقصير عنده؟ تقصير ما عنده، ولكن يعتذر منكم، يقول لكم أنا أعتذر منكم، أنا ما أقدر. هسه هذا المثال كلش مثال بسيط، يمكن أن واحد يفكر في أمثلة أخرى لعله واجب عليه من الناحية الشرعية أن يمد رجله، ولكن بالنتيجة يشعر أنه نوع من أنواع القصور، يعني أمامكم لا ينبغي أن يكون له مثل هذا الوضع فيعتذر منكم. الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم بالنتيجة وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، محكومين من الناحية البدنية ظاهرا بأحكام هذا البدن العنصري. بالنتيجة النبي والإمام ينام يأكل يشرب، بالنتيجة النوم نوع من أنواع القصور، حتى إذا يكون واعيا في حالة. بالنتيجة أن تقارنوا بين واحد نايم وواحد واقف دا يصلي صلاة الليل، شتان ما حتى إحنا الأفراد العاديين إذا اضطررنا إلى شيء نشعر بالتألم. إذا واحد تمرض، أكو الآن واحد في قوم هنا يمكن 8 أعوام هالشكل نايم على الفراش، وعجيب دائما يشكر الله تعالى، يعني إذا ما تشوفوا ما تتصورون حالته. أنا قبل أيام شفته، قبل يعني من شهر مثلا، واحد عندما يسأل شلونك فهد شكل لسانه شاكر، 7 أو 8 سنوات نايم هالشكل. إحنا إذا صداع بسيط يصيبنا ماذا نفعل وماذا نفعل؟ بس واحد مبتلى يشعر أنه لازم يقرأ ما يقدر، لازم يطالع ما يقدر، لازم يروح للحضرة ما يقدر، لازم يقرأ القرآن ما يقدر. هو هذا الشعور بالقصور يألم. ليش؟ يشكر الله سبحانه وتعالى، ولكن لعله كان يحب أن يتمكن أن يقرأ، أن يذهب إلى الحضرة، أن يذهب إلى الحاج، أن يذهب إلى العمرة. هو القصور فيه نوع من الألم، ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. من تمكن واحد ما تتمكنون تؤدون حقه، عندكم أبو ما تتمكنون تؤدون حقه، قصور عندكم مو تقصير، تتألم تعتذرون. فهذا هو النوع الرابع، واستغفار النبي والأئمة كما يقول الوالد صلوات الله على النبي والأئمة كان من هذا القبيل الرابع.
هذا البحث الثاني، ونختم الكلام بالبحث الثالث باختصار: أجواء التوبة. التوبة تحتاج إلى جو. الأجواء نوعان، أكو هنالك أجواء اضطرارية يعني غير اختيارية، وهذه الأجواء من لطف الله علينا حقيقة. إذا هذه الأجواء الاضطرارية ما كانت، إحنا كنا في قمة الطغيان أو في حضيض الطغيان. هاي المشاكل اللي عندنا إذا ما كان، هذه الأمراض اللي تنتابنا إذا ما كان، فقد الأحبة بالنتيجة، هذه صفحة للإنسان، هذه كلها أجواء التوبة، أجواء اضطراري. الله سبحانه وتعالى جعل الحياة بشكل اللي توقظ الإنسان، حتى واحد لا يقول يا الله ما كنت أفتهم، ما كنت أعرف. الشيخ البهائي كان يوصي بقراءة هذه الآية وبالتدبر في هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. بالنتيجة شفت فلان واحد مات، فلان واحد مات، فلان واحد شنو صار فيه. هذا البطل العالمي المشهور، احنا ضعفاء بجلطة واحدة ننتهي. هذا البطل العالمي المشهور، نقل لي بعض الاخوة، صرع الابطال وكذا، صيت العالمي اللي كان عنده في هذه الدورة الشهيرة، خلوا في ايده الشعلة لافتتاح الدورة، ما كان يتمكن ياخذ هاي الشعلة، يده كانت ترتعش. عندنا واحد من اصدقائنا خطيب مفوه قدير، المهم كانت له صولة وجولة، صارت في جلطة شوية من الدم يتخثر ينتهي الانسان. كان يقول فد شيء عجيب، يقول أنا ما أقدر أتحكم بإيدي. إحنا الآن نتصور أنه إيدنا بيدنا، لساننا بيدنا، كل عارية بلحظة واحدة كله ينتهي. كان يقول أحيانا أخلي الملعقة في الطعام وأشيله. إحنا الآن عندنا موازنة القوة، أدري كم أعطي من القوة ليدي حتى الملعقة تصل إلى فمي. يقول أنا أخلي الملعقة بالطعام وأحرك إيدي حتى أخليه في فمي، إيدي توقف في منتصف الطريق، يعني مطيها هالمقدار من القوة توقف الشكل. يقول أحيانا أخلي الملعقة في المرق حتى أخليه في حلقي، المرق يقع على عيني والمرق يحرق عيني. احيانا اريد احك خشمي، فد مره اشوف ايدي راحت في اذني، خلاص بتخثر بسيط في الدم. واحد اخر من اصدقائنا شافه الله الان كم يوم في حاله اغماء، جلطه بسيطه واحد خلاص، 4 أيام 5 أيام في حاله اغماء، ان الله عليه بالشفاء والعافيه. هاي الذاكرة اللي نهتم بها، وبالنتيجة احنا الآن بذاكرتنا نعيش بشيء بسيط، كل شيء واحد ينتهي. اكو هنالك مرض الآن، مرض مشهور يقال له الزهايمر، معروف في اللغة العربية، ما ادري هنا شنو يقول، عبارة مشابهة، واحد يفقد مخه تدريجيا، أول ينسى معلوماته، بعدين ينسى أصدقائه، بعدين ينسى أقربائه، بعدين يتحير في شؤونه، يعني يريد يشد الدقمة مالته. إحنا الآن نشد الدقمة، هذا اعتمادا على هذه القدرة اللي الله مطينا، فد 20 دقيقة يقعد شلون أشد هاي الدقمة، ما يجي في ذهنه. يعني في الواقع إحنا جدا ضعف. هذا الرئيس اللي حدد العالم بحرب الكواكب والنجوم
كذا، وكانت له صولات وجولات. الآن مبتلى بهذا المرض، يمشي بالشارع ثم يدري الناس منه شنو، يسلمون عليه باعتبار يوم من الأيام كان رئيس من الرؤساء، ويتعجب ليش يسلمون عليه ثم يدري شنو. هذه الأشياء الله جعلها في الحياة لاعتبارنا، حتى واحد يشوف الحياة ما تسوى. احنا بعد ايش قاعدين نعيش؟ كم تقدرون لانفسكم من العمر؟ الله ان شاء الله يطيل اعماركم 30 عام، 40 عام، 50 عام، ما تسوى 50 عام. اذا واحد يعيش، اذا في الجلطة ما تجي لهالكبرات تخليه في حالة اغماء، 30 عام. الله تعالى كل يوم يخلي فد شيء امامنا، كل يوم طلعوا هنا نشوف صورة فد واحد عجيب، انتهى راح هذا العمر الطويل العريض العميق، انتهى بلحظة واحدة، واحنا في يوم من الايام بلحظة واحدة ننتهي. اذا واحد ليوقع 20 عام بالفراش، 15 عام بالفراش، بلحظة واحدة ينتهي. كل يوم عندما تمرون هنا نشوف الصور هؤلاء الذين ذهبوا. الله تعالى جعل الحياة هالشكل، الموت في الحياة، المرض في الحياة، المشاكل في الحياة، المآسي في الحياة، الفقر في الحياة، هذه كلها الله جعلها منبهات لنا. أولم نعمركم وعشتوا شفتوا. هذا الأول، الأجواء غير الاختيارية. النوع الثاني، الأجواء الاختيارية. واحد يصنع لنفسه أجواء التوبة، مؤثر، مو واحد يقعد في بيته لا، الليل يروح للحضرة، الذهاب إلى الحضرة هذا الجو من أجواء التوبة. واحد لا يقول أنا أقعد في غرفتي وأقرأ دعاكم، واي فرق اكو تقرا دعاء كميل في غرفتك او تقرا دعاء الكميل في الحضر؟ واي فرق. ليش واحد يروح الى الحج والعمره؟ الحج والعمره جوان من اجواء التوبه الى الله سبحانه وتعالى. واي فرق واحد قاعد في بيته، واحد يروح يشوف سماع القران، هذا الجو من أجواء التوبة حقيقة. آيات القرآن إذا واحد شوية يلتفت إليها ويفهمها حقيقة تغير الإنسان. القرآن جدا عجيب، شوية واحد يجب أن يقترب أكثر إلى جو اللغة العربية، شوية أكثر يقرأ الأدب حتى واحد يفهم لغة القرآن. إذا واحد ما فهم لغة القرآن، تأثر بالقرآن يكون ضعيف وإن كان مؤثر. حتى الذي لا يفهم القرآن، القرآن مؤثر. أما إذا واحد يفهم الأدب العربي واللغة العربية، القرآن يكهرب حقيقة. سمعوا القرآن، حد يسمع، خلوا يمكم مسجلة راديو قراءة القرآن، شو وقت ما صرتوا ما عندكم عمل فتحوا القرآن. ممكن جملة واحدة تغير حياة الإنسان. ذاك الرجل المشهور اللي الآن اسمه مو في بالي، جملة واحدة غيرت حياته. يمكن واحد، إحنا واحد منا، جملة واحدة تغير حياته. رجل مشهور كان في بداية شبابه منحرف، عازفا على الآلات الموسيقية من ضواحي أصفهان. في يوم من الأيام جاء إلى أصفهان وكانت هذه الآلة الموسيقية معطوبة، فسأل واحد أنه وين يصلحون الأوتار مال هذه الآلة الموسيقية. ذاك الرجل باوع قال له أنت إلى إصلاح نفسك أحوج
من إصلاحك هذه الأوتار. أصلح نفسك. هي هاي الكلمة غيرتها، وتحول هذا الرجل إلى آية من آيات الله، وهو أستاذ من أساتذة السيد البروجردي رحمة الله عليه. هو هذا الرجل الآن اسمه مو في بالي، بل جهانجير خان قشقائي. يعني يمكن واحد يسمع آية من القرآن تحول حياته. سماع القرآن، سماع نهج البلاغة، حفظ نهج البلاغة، الذهاب إلى الحضرة، قراءة دعاء الكميل في الحضرة، قراءة الأدعية، هذه كلها أجواء يجب أن يصنعها الإنسان للعودة إلى الله. لأن في الواقع هذه المغريات كل يوم تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. ما أدري هذا حقيقة لو مو حقيقة. يقولون أن الفيل أكو فد واحد على راسه يضرب على راسه دائما، الفيل الداجن المدجن، لأنه إذا الضرب توقف يتوحش الفيل. ما أدري هذا مثال لو حقيقة. النفس هالشكل بسرعة تتوحش، هذه النفس تتوحش وتنطلق. فواحد دائما يحتاج أن يخلق لها أجواء مضادة، وهذه الأجواء المضادة هي بما ذكرناه وأمثالها. إذا واحد يومية بعد صلاة الصبح يتمكن يقرأ صفحة من القرآن الكريم كلش مؤثر. المهم واحد من المؤلفين كاتب في كتابه يقول أنه صلي صلاة الليل، يقول إذا ما عندك خلق صلي صلاة الليل صلي 8 ركعات، صلي الركعات 3 الأخيرة الشفع الوتر. إذا ما عندك خلق صلي الوتر فقط. إذا حتى هذا ما عندك خلق، قم قبل أذان الصبح قول يا الله نام. هو هذا في تلك الأجواء، هو واحد يخلي المنبه يقوم فقط يقول يا الله، واي مؤثر. هو فد يا الله في قلب السحر جدا مؤثر. ما أدري نقلت لكم هذا المطلب لو لا، أحد الغربيين كاتب في كتابه يقول أنا كنت في تركيا، المهم كنت أخلي المنبه حتى أستيقظ قبل صلاة الصبح في الغرفة، ما أدري في الفندق كان في بيت كان، فيقول أفتح النوافذ حتى أسمع أذان الصبح. أذان الصبح جدا مؤثر في النفس، يعني الأذان مطلقة، الأذان هو إلى إيحاء بس شوية يحتاج إلى توجه. الأذان جدا قوي حقيقة، الإسلام كله قوة، أذانه قوي، قرآنه قوي، صلاته قوية، حجه قوي. وهذا التقدم العجيب للإسلام من أسبابه هذه القوة العجيبة في كل مفرداته. حقيقة الإسلام جدا قوي. أحد الغربيين جديدا كاتب كتاب ضد الإسلام، وايد متهجم على الإسلام، هجوم عجيب، واليهود وأمثالهم دا يطبعون من هذا الكتاب بالألوف، طبعا الأولى كأنه طابعين 100,000 نسخة من هذا الكتاب. من الأشياء المثيرة جدا اللي كاتبها، المسلمين دا يتكاثرون في بلادنا، يعني هذا التكاثر العجيب دا يرهب اليهود. فواحد يسمع الأذان بتوجه بخضوع بخشوع، هو هذا سبب من أسباب عودة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذلك، وأن يوقظنا من نومة الغافلين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.